لا يزال الشيخ عبد الله سراج بار يواصل حديثه عن بيوكاي وعن إسهاماته العلمية التاريخية المتصلة بآيات قرآنية في مواجهة الدعاءات المستشرقين من جهة، وممن يجهلون الإسلام والتاريخ معا من جهة أخرى. بعد الكتاب القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، وأنا بصراحة لي عجبني جدا الكتاب اللي كتبه عن الهيبروس عند فرعون. هذا كان كتاب بصراحة مهم جدا، لأن حقيقة دل فيه على مسألة، لأن مثلا هناك مسألة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وفي آيات كثير، لكن هو أتى بشيء آخر وأتى من أجزاء من هذا كثير في كذلك في الكتاب الأول، هو الإعجاز التاريخي. لأن ما هو حجة المستشرقين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل عبقري، فالتقى ببعض العلماء من اليهود والنصارى وأخذ منهم وعمل خلطة متميزة وجميلة، وهذا هو نتيجة القرآن. ولكن هو يبين في هذا الكتاب أن أولا في أخطاء كثير تاريخية، لأنه قاس عمل دراسة قياسية بين القرآن والعهد القديم والآثار الفرعونية مكتوب الهيروغليف، وهذا كان يعتبر تقريبا كلام كان يكتب التاريخ والواقع من أحداث التاريخ في أيام الفراعين، فكان كلام موضوعي جدا. فبين أن أولا في العهد القديم في أخطاء كثير بنسبة هذا كيف تقول الكرونيك، سلسل زمني، فكان في أخطاء بالنسبة في العهد القديم، والقرآن اجتنب هذا الأخطاء، هذا أول شيء. ولكن ما هذا فقط، لأن أعطى بمعلومات غير موجود في العهد القديم، وهذا المعلومات ثبته تاريخ المكتوب في الآثار الفرعونية، مثل ما قصة هامان كي ذكرتها في سلسلة جميلة جدا، وقال هو قصة لي، قال أنه كان يعالج واحد من علماء الأثر المصري القديم، وكان هذا الرجل كان في آخر مرحلة من مرض السرطان، فجاء عنده وتحدث معه وقال والله أنا وجدت في كتاب من القرن السادس كلام عن الحضارة المصرية القديم. فقال تعجب الرجل، لأن قال في القرن السادس فكان الحضارة المصرية كان مدفون، ما حد يتكلم عنها وما حد يعرف لغته ولا شيء خلاص. فقال وفي هذا الكتاب يذكر واحد اسمه هامان، فممكن تدلني على، فدل على مرجع نحصل شيء، فدل هو على هذا المرجع، فوجد فعلا أن كان هناك واحد اسمه هامان وكان مهندس معماري مقرب من فرعون، وهذا الذي يقول الله تعالى في القرآن ابني لي صرحا، طبعا يقول فرعون من كلام الله ابني لي صرحا، فبنان بعين أنه مهندس معماري. فهذه مسألة من ضمن المسائل، ويأتي بغير هذا تقريبا حقيقة يقضي على حجة المستشرقين، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد، كيف المقلد يشتري بالأخطاء ويأتي بشيء ما موجود في المصدر اللي قلده، وهذا يثبت تاريخ بعد ذلك. فما شاء الله كعمل جدا مهم، والرجل بعدين الجميل فيه أن أسلوبه علمي.